انت جن الرحيق معا عملنا كالفريق من كان في كرب وضيق لا ما له الا الصديق اصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء اقوياء عند المحن نغدو معا اقوياء اصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء اقوياء عند المحن نغدو معا اقوياء اوفياء هكذا نحيا في البحيرات الخضراء حكايات في الادغال. مرحبا يا اصدقاء معكم صديقكم دعبول. هيا في الحلقة الماضية عرفنا ان الطلطعون يمشي بشكل جانبي فماذا سنتعلم اليوم؟ حين نتعلم معا نستمتع كثيرا اليس كذلك؟ لذا اجلسوا واسترخوا واستمتعوا بهذه الحلقة الجديدة. ذبابة في العنبر. لا 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 هذه ليست جيدة ولا هذه رائعة إن رائحتها ذكية. انظروا إلى كل هذه الأطايب. لكن ربما كان هذا كثيرا علي. عرفت، سأودي بعضها إلى أقاربي. يهو، أين ذهبت الحشرات؟ هذا غريب حقا، حتى تبوع لم أره منذ أيام، لا أجد من أتنمر عليه. أنا أفتقد تبوع نوعا ما رغم أنه يزعجني. يا له من يوم، ما الذي يحدث معي؟ حجر مزعج، كيف تعترض طريقي؟ سألتقطك ثم أرميك خارجا، سأرميك في البركة هناك. هذا مؤلم. من الذي في الداخل؟ إنه تبوع صديقي، وأخيرا وجدتك. هل تلعب معي لعبة الاختباء؟ لا عجب إذن أنني لم أرك في اليومين الماضيين. تبوع، تبوع، تحدث إلي، تحدث إلي يا تبوع. تبوع، أنت محاصر داخل الحجر ولا يمكنك الخروج. ماذا سأفعل؟ لا تقلق، لا تقلق يا تبوع، سوف أخرجك من هنا. تبوع، تبوع، كن مطمئنا، سأخرجك من هنا، ثق بي، أنا صديقك دعبول، لن أتخلى عنك. أنا منهك. ما أجمل الغروب. تبوع، افتقدتك كثيرا، شعرت وكأن اليوم سنة كاملة. أتذكر يا تبوع الأوقات الجميلة التي قضيناها معا؟ لا أعطني إياه. تعال وخذ. أنت أفضل صديق عندي.
كنت أحبك أكثر حين كنت تتحدث. أثناء رحلتنا البحرية، أنا وأخي وأختي عشنا مغامرة. مغامرة انحني. تعرفنا من خلالها على كل أنواع الحشرات، ولكن بأحجام مهولة. على جزيرة الحشرات مغامرة البرنامج الثاني ومعلومة. أشرقت الشمس. صباح الخير يا تبوع. تبوع، قلت لك صباح الخير، أتتظاهر أنك لم تسمعني؟ هيا لما لا تجيب؟ تبوع لا تتجاهلني. صحيح تبوع عالق في الحجر، كنت أنسى ذلك. تبوع هل تسمعني؟ تحدث إلي. حسنا سوف أخرجك من هنا. لا أصدق ذلك. حسنا سأسحقك إلى قطع صغيرة. هذا هو الحل، سأحطم الحجر. هذا مؤلم. لم يفلح ذلك أيضا. تبوع لا أستطيع إخراجك، إنه قاس جدا. أنا آسف جدا، سامحني يا تبوع. لا يزال لدي الكثير من الفشار. أعتقد أنني سأعطيه لدعبول. دعبول لا يصلح لشيء سوى النوم. هاي دعبول، الشمس تغيب، هيا استيقظ. أيها الضفدع الكسول سأريك. ما هذا الشيء؟ إنه يشبهني تماما. ما هو؟ من أين جاء؟ ماذا يعني كل هذا؟ حسنا أنا في الواقع إنه يشبه والدي أكثر مني. لا بل إنه يشبه جدي. لا لا يعقل أبدا أن يكون هذا جدي. إنه يشبهني تماما، إذن لابد أنه أحد أجدادي. لا هذا غير ممكن. حسنا ربما لا أعرف الكثير، ولكن هذا يستفزني. ما أجمل هذا الشيء، يعدني أنني رأيت أحد أجدادي. فأهتم بك، لا تقلق، سأحاول أن أحميك من صديقي دعبول. اطمئن، لن يؤذيك دعبول طالما أنا موجود هنا. كم أنا سعيد برؤية أحد أفراد العائلة. كأنني سمعت صوت أحدهم. دعبول مرحبا، هل استيقظت؟ عما تتحدث؟ هذا أنا تبوح.
هباء تبوع. لقد تحررت من الحجر أخيرا. أنسني دابول، رائحته نفسي كثيرة. ماذا؟ هل تقول إن أنفاسنتنا؟ تستحق هذا. لماذا تفعل هذا بي دائما؟ هذا لأنك تثير أعصابي يا تبوع. أخبرني أين كنت في الأيام الماضية؟ كفى دابول، ذهبت لزيارة أقاربي. إذن من الموجود في هذا الحجر؟ هذا الشيء لا أعرف، لكنني واثق أنه أحد أجدادي. أحد أجدادك؟ استخرجت أحد أجدادك من الأرض، هذا مثير للاهتمام. دعني أذهب. حسنا إذن اشرح لي لماذا أحد أجدادي عالق في هذا الحجر. حسنا، لقد طرحت سؤالا جيدا. عند وجود مشكلة استدعي شاب. نعم، لابد أنها تعرف السبب. هذا الحجر الجميل هو العنبر. قبل سنين عديدة سقط الصمغ من الأشجار وحاصر أجسام الحشرات ودفن سنين عديدة في التربة، ثم أصبح أحفورة قيمة اسمها العنبر. هذا التاريخ مثير للإعجاب. رائع، هذا مدهش جدا. لم أكن أتخيل يوما أنني سأقابل أحد أسلافي عالقا في قطعة عنبر. تبوع، ما رأيك أن أضعك في العنبر كجدك؟ لا دابول، تعال إلى هنا. لماذا أضعك في العنبر؟ لا دابول. أنا هنا يا أصدقاء. حجر العنبر رائع وقيم، وطريقة تكوينه مدهشة، أليس كذلك؟ في الحلقة القادمة سنعرفكم على نبتة جديدة تتسبب في توليد الكهرباء. لكن هل تعرفون كيف هذا؟ غريب، نبتة تولد الكهرباء. نحن بانتظاركم في مغامرة شيقة، فلا تفوتوا ذلك. قد بدا يوم جديد، أحيا الحياة ونستفيد. عند بحيرتنا الخضراء في عالم حلو فريد، مع نحلة تجني الرحيق، معا عملنا كالفريق. من كان في كرب وضيق لا ما له إلا الصديق. أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء. أقوياء عند المحن نغدو معا أقوياء. أصدقاء كنا وما زلنا على عهد الوفاء. أقوياء عند المحن نغدو معا أقوياء. أوفياء هكذا نحيا في البحيرات الخضراء. حكايات في الأدغال.